في الحلقة السابقة من ابنة المعلم. اتركي لك ما بدك، بس تحكي عنه بالعاطل. تحكي عنه يا حبية، عايز يستغلك. انا اللي راح يتجوزني. خبرك انه كان يتجوزني انا بيوم من الايام؟ شو عم تقول؟ راح اتجوزها. عجدتي. شو قلتي له؟ بحق لك ترجع ضيعتك. بس نبهك، ما بسمح لك تهدد مصالحي او حدا من افراد عيلتي. والافضل لك اذا بدك تبقى هون انك تعيش معنا بسلام، حتى ما تضطر تسافر مره تانية، بس هالمره منبوز من كل اهل الضيعه. اياكي تحكي معي بهالطريقه مره تانية. بدي ابعتها على بيت خالتي على الشمال. انا ما بدي اياكي تكرهيه، بدي اياكي تنسيه. ما رح انساه. ما بيهمك. شوف هذا كمان الا قلت لها وما صدقت. قلت لي انه بدك تتجوزها بس لانه اختي، لانه بداخلي حنين. بس تعرف انه ما رح توافق. متأسف زياد عبد الله، طلع من بيتي لانه اشرف من انك تدنسه بحارتك. هيدي دعوة للمسؤول قدام المحكمة. الدعوة عملنا الوحيد لنخلص منها من استبدادها. معقول اختك يحطوك بهيك وضع وعارفين ظروفك المادية؟ تستحقي فعلا كل هالكم الاعداء؟ عم الناس عم تظلميك. ما بعرف. رح تعطيني الامان تجاوبك؟ ليه؟ لانك عم تفتشي عن الطريق الصعبة بالحياة، وهن عم يفتشوا عن الطريق السهلة. انت ما بتطيقي تشوفينا لوحدنا، بتدبري عند كل فرصة امر مروح نشغلي فيه. لإلي عم تحكيني بهالطريقة؟ لأنه طفح الكيل. القانون واضح، إذا بتدفعي مصاري وإن شاء الله أقدر أمنعهم من حبسك. أنا متأسفة، ما كنت عارفة إنه الموضوع خطير لهالدرجة. سمر، إنك تترك زياد، لأني هالمرة مصدقتك. وصلتني الدعوة يا حميدي، ما في لزوم لكل هالمسرحية. كيف؟ شو عم بسمع يا سمر؟ رح تكوني أنت بالحبس، بينما أنا عم بتنعم بالسعادة مع حبيبك السابق. فلا من وش؟ عمر لكم طمني المعلم اني باقي على عهد، وانه ما رح خون الامانه مهما كان الثمن غالي. Thank you.
نادر، صارت الساعة 10، ليه ما بتفوت بتنام؟ سهى ما رح تجي معي؟ أنا رح نام مع ستة. ليه؟ أنتوا خايفين؟ لا، بس بدي نام مع ستة. أنا خايف. من شو؟ ما بعرف. نادر حبيبي، شو رأيك تروح معي؟ نام أنت وعبده عبكرة بتلعبوا سوا. بكرة رايحين هو وعبده على المدرسة. بدك تفتح المدرسة بكرة؟ طبعاً. أنت متأكدة؟ جميل، بدي تفتح المدرسة بصورة طبيعية. إن شاء الله ما تكون أخذت إجراءات تانية. فينا ندبر الموضوع. شكراً. يلا سهى ونادر توصلكم على أوضتكم. نادر، تيتا بتحبنا، مش لازم نخاف منها. بدي انام عندك بالأوضة. انت كمان سهى بدك تنام عندي؟ اذا بدك. طيب رح ننام ثلاثتنا بالغرفة، رح الحقكم بعد ما يروحوا الناس. يلا تعالوا وصلكم. غسيلنا على السطوح. ضدها بعد كل شيء عملته؟ ماتت بسببي، فتحملت اني ارفع دعوة ضد ماي. وصلت للدعوة؟ قلت لي رح اغضب عليكي حتى لو كنت تحت التراب، كأنك انت عارفة انه بدها تموت. الأعمار بإيد الله، مش انتي سبب موتها. تفتح المدرسة بكرة؟ ما كنت رح ترضى أم المعلم إنه توقف المدرسة بسببه. على القليل من المظاهر. عماد، بدي التلاميذ بكرة بصفوفهم. تعطيه اليوم دراسي بكامله رح يخربط جدول كل السنة بدون نتيجة. تفكير المدرسة ما رح يرجع على الحياة. ما تقولي لي لحدامني بمكتبك بشكل عادي؟ بلا، بس نخلص أيام العادة. ماي، انت بحاجة للراحة. عماد، أنا ما برتاح إلا بمكتبي. مثل ما بدك. كانت ست عظيمة. إيه نعم، أم حبيب كانت ست الستات، وبغيابها رح تفتقر الضيعة إحدى أبرز نسائها. إيه بس البركة بالست ماي. أكيد ما في شك بهالشي. أهل الفقير تعبانين ولازم يرتاحوا. معك. يلا.
معي اذا احتجتي لشيء انا حاضره. مش رح نحتاج لاي شيء بوجودكم. سمر بدي اياك تكوني قويه، بعرف انك بتحبي ستك واكيد رح تفقدي لها، بس ما بدي هالشيء ياثر على موقفك من الدعوه. انت هلا لازم تسالي عن مي اكثر من اي وقت مره. انا قتلتها. حزن على الدعوة أكبر من حزن على حبس نبيل، ليه ما ماتت بوقتها طيب؟ يمكن معك حق، رح تطلع علي دايما. ما في، ما تنسي إني انطردت من بيتكم وما كنت جيت لما بتعملي. تعا بكرة على القليلة. بحاول. إن شاء الله بتسلمي. إن شاء الله بتسلمي. تعيش. بسلامتك. تعيش. أنا دايما بالخدمة لو احتجتيني. ست أم حبيب كانت عزيزة على قلوبنا كلنا. شكرا. ماي، أنت بتعرفي إنه أنا رفضت روح على أفريقيا رغم إنه عندي أعمال كتير مهمة هونيك، لأنه ما قدرت غادر السما اللي بتعيشي تحتها. بتعتقد الوقت مناسب لهالحديث هلا؟ معك حق، الوقت مش مناسب لهالحديث. زياد بترفقني على البيت؟ ليلي تعبان، بركي بكرة عشية. بكرة عشية. عظيم عظيم، ليش لا؟ أنا ناطرك بكرة عشية على السهرة. ماي انك ما احرجتي لي موقفي. ما حبيت احرج موقفي انا. على القليله انقذتي المظاهر، لانه عماد وجميل حطوني وحطوا حالهم بموقف محرج، واكيد بكره رح نكون على لسان كل اهل الضيعه. انا ما عندي شيء اخفيه على اهل الضيعه. انت عندك شيء تخفيه؟ ما كان بحسابي انه اللي عم بعمله عيب. انتو عملتو عيب، عملتو جريمة. تكون عم برتكب جريمة إذا فكرت اتجوز يا جميل؟ هيدا بتوقف على اللي ناوي تتزوجها. سمر الدايق، جريمة؟ هيدا بتوقف على نيتك. نيتي؟ قلت لك بدي اتجوزها. ليه؟ ليه؟ ليه الواحد بيتجوز؟ ده الواحد بيتزوج اخت الست يلي بيحبها. تقصد اللي كان يحبها من اكتر من 25 سنة لما كان ولد عمره 13 سنة، ودام حبه قولها 10 سنين انتهى بسفره لاخر الدنيا محطم يائس لانه ما تحمل يشوفها مزوجة غيره. بكفي، ما بتعتقدوا انكم رحتوا لبعيد بهالحديث اللي ما له معنى؟ لا له معنى يا ماي، معنى بيعرفوا منين زياد، وانت كمان بتعرفي، بس ما بتعرفوا سمر. عوض بسلامتكم. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. قدرت تقنع الكل بسوق نيته، حتى اقرب المقربين له. بدك تعرفي لاي درجه انا مقتنعه بسوق نيته؟ لا، لدرجة اني متأكدة انه هو ورا رفع الدعوة. انكري اذا فيكي. مش مزبوط. فيكي تكسبي علي بس ما فيكي تكسبي على حالك. تصبحوا على خير. وانت من اهله؟ عماد، امال قالت تصبحوا على خير. وهي من اهله.
لك سمر جاوبتك على السؤال. انت بتعرف اني مش عم بحكي عن سمر. ليه بدك تهتم كل شيء بنيته لحد هلا؟ بتعرف يا جميل، صرت غار منها، ما تركت مطرح للمحبة بقلوبكم لحدا غيرها. ما كنت رح بسمح لها تأذيك لو حاولت مثل ما أنت عم تحاول. أذيتني بالماضي وما قدرت أمنعها. لأول مرة بتعترف بهالشيء. أعترف بشو؟ إنها أذيتك. ما جاوبتني بوقت أذيتني. هيدي قصة معروفة وما بتحتاج لاعتراف. ليش عم تحطم حياتك بالوقت اللي فيك تعيش فيه بسعادة واستقرار؟ أنت وحيد أهلك، لازم تفكر جديا تتزوج وتجيب ولد يحمل اسم عائلتك. هيدا اللي عم بعمله وانتو عم تمنعوني. نحن عم نمنعك تحطم حياتك وحياة بنت بريئة ما لها ذنب يلي صار بينك وبين اختها. قصتي انا واختها ما لها علاقة برغبتي بالزواج منها. بتأسف بس مش مصدقك. انت حر. اذا هيدا ما وقفك يا خي ما رح اتجوزها. على كل حال اذا ما وافقته وخصوصا مي. مي ما بتوافق. انت بتعرف هالشي واصلا بتعرفه من الاول. رح فتش على بنت تاني واتجوزها، مش هيك انت بدك؟ لوين بدك توصل معها؟ بدي اتجوز واستقر وخلف ولدي يخلد اسم عائلتي. لك علاقة بالدعوة اللي رفعوها سمر وخيها ضد مي؟ اوه هيدا اتهام جديد، واكيد هي اللي اطلقته علي لانكم انتو بتتبنوا افكارها ان كانت صح ولا غلط. وللأسف أفكارها صح بأغلب الأحيان. شو بدك يا جميل؟ بقرر اتجوز سمر بتمانعه، بتراجع عن قراري بتتهموني، شو بدك؟ أنت بتعرف شو بدي. وإذا جاوبتك وما صدقت، شو نفع السؤال فإذا؟ معك شو نفع السؤال؟ توقف بيني وبينه. ما بدي اخسرك بسبب. تفتح المدرسة بعد يوم واحد من موت ستة؟ المدرسة منا حفلة راقصة. ولو كان في عادات في تقاليد لازم تتقيد فيها. شو بقولوا الناس هلا؟ إذا كانوا بيفهموا رح يحترموها بسبب هالقرار. مش عم صدق شو عم بسمع. شو بك يا بنت؟ يوم معها يوم عليها. مش هي سبب خلافة الجديد مع عماد؟ أنت سبب خلافي مع عماد. أنت ونيتك السيئة وأفكارك مش على براسي. شو اللي غيرك هلا؟ شو حطت لك براسك حتى انقلبتي على امك؟ شو بدها هالقيمه؟ تبعدك عني انت كمان مثل ما بعدت سهى. افضل شيء عملته معي بهالفتره انها بعدت سهى عنك. امي انت ما بتفهمي؟ ما بتستوعبي انه اللي عم تقوليه لسهى رح يخلق عندها عقد نفسيه رح تنقلب عليها بيوم من الايام. امي ما بيكفي اللي عملتيه فيي؟ عملته فيك؟ شو عملت فيك؟ حطمت شخصيتي، خليتيني بنظر نفسي بنت ضعيفة غبية تافهة سخيفة. ما حدا عندي ثقة بحالي. كون عم حطم شخصيتك إذا ما بدي إياك تكوني موضع استغلال من حدا. ولازم أحكم على الناس بالعاطل تكون ذكية بنظرك؟ نعم. إذا كانوا بيستحقوا مين ما بيستحق بنظرك يا أمي مين؟ ما حدا؟ مش معي على كل حال. ماي ما كانت عم تستغلني، بالعكس كانت عم تعمل كل جهدها لتقربنا انا وعماد من بعض. بس انا خسرته،
خسرته للأبد وخسرته بسببك. عماد ما كان ولا يوم لقالك لتخسريه، ما زال ما فتح معك موضوع زواج ولا حتى خطبة. طيب حافظ على سمعتك. عماد كان واضح معي من البداية، أنا كان لازم أوثق فيه وأوقف عنده. ليش سمعت منك؟ ليش خليتك تأثري علي؟ كيف شكيت لحظة واحدة ببرد خيكي؟ مش مصدقة شوف أنا هالحجة بالحبس مسيطر على عقولكم كلكم كأنها بتنومكم مغناطيسيا. رجعت تدوس افريا؟ طيب أنا ما رح أتدخل هالمرة حتى بحطم لك شخصيتك، بس لكن إياك تطلعي مع عماد بعد اليوم. إذا عنده نية منيحة عن أمك يجي يطلب إيدك. ما بقى رح يتجوزني بعد اللي عملته. ما رح يتجوزك لو شو ما عملتي، لأنه بحبها. وإذا ما كنت عارفة هالشي مش بس تكوني غبية، بيكون ما عندك ذرة ذكاء في راسك. أمي ما بقى رح تأثري علي شو ما عملتي، حتى لو ما كان عندي ثقة بنفسي. صار عندي ثقة بمي. يوم المنى، يوم البهدم المدرسة عراسك يا ماي، وبشوفك بالحبس. صباح الخير. صباح الخير. مش أنا خبرتها؟ كيف عرفت؟ ما بعرف، فيك تسأليها. صباح الخير دهية. صباح الخير. ست أميمة خالتي؟ ما قدرت اجي امبارح، بتعرفي صعوبة المواصلات من الشمال لهون؟ سارة يا ست أميمة سارة. يا دعارة وين ماي؟ قولوا لي شو عاملة؟ سمر خالتي؟ يا حبيبة خير. صباح الخير. إلا زمان ما شفناك. كنت مشغول. هلا مش وقت تعتب. سهر نادر توقع بنصحي. ما عرفتوني؟ أنا طنط أميمة. كيفك أنسة أمال؟ الحمد لله، كيفك ست أميمة؟ زعلت كثير لما وصلني الخبر مع حسن الشوفير، بس ما كنت قادرة أترك البيت قبل هلا، وخصوصي إني رح أغيب كل هالمدة. يعني باقي هون كم يوم؟ اسبوع، كنت بتمنى ابقى اكثر، بس بتعرفي العيلة كبيرة وما بقدر اتركها وقت طويل. وين ماي؟ بأوضتها رح حيطلع، بس خليني اخذ عنك الشنطة. ما عليه، أنا بحملها عنك. دليني على الأوضة من فضلك. خالتي وصل لك الخبر. ايه العوض بسلامتك، انت دايما بفكري، بس بتعرفي الظروف. بعرف، بسطت فيك كثير. كنا ناطرين سمر، لما وقف حسن قدام البيت فكرناها اجت معه، رجع خبرنا عن ام حبيب. شو صار له؟ ذبح قلبي. مسكينه غابت فجأة. صباح الخير. وقال انت كمان هون؟ اهلا ابن خالتي، كيفك؟ التعزية الحارة. إذا نحن ما طلينا ما بتفكروا أنتوا تطلوا؟ إلكم سنة ما زرتونا. كيف بيمرق الوقت؟ إلنا سنة ما شفنا بعض؟ نحن ما عندنا سيارة. بعرف أنا الغلطانة، بس مسؤولية المدرسة كبيرة وما بقدر غيب عنها وقت طويل، والمسافة بعيدة بين جنوب وشمال. كنا ناطرين زيارة سمر على القليلة، بس الظاهر انه الجامعة عم تاخد كتير من وقتها. كنت رح زوركم قبل ما تموت ستة. وين نبيل؟ طبعا انتو بعد ما تروقتوا اكيد بتكونوا جوعانين بعد هالمشوار الطويل.
مي سألتك عن نبيل. نبيل بالحبس ولا؟ يا ويلي بالحبس؟ ليش شو عمل؟ وليه فات على الحبس يا مي؟ لأنه مدمن على المخدرات. نبيل؟ ما بصدق. كيف تورط؟ بفاق السوق قلت الوعي والإدراك والمسؤولية. كنت اسمع عن هالسم القاتل بس ما كنت عارف انه دخل مجتمعنا. كنت مفكر انه اخلاقنا وقيمنا وايماننا بالله رح يكونوا درع حصين بوجه هالقافة. الا هيك لسمر، لانه لهلا بعد ما عم تفهم خطورة هالامر. ليش سمر؟ اللي هي طبعا لا، كيف تفكر هيك؟ عم بتبرر حالها، لان اكيد رح تعرفوا انه هي سبب دخول نبيل على الحبس، هي اللي فسدت عليه. ما حق، لو كنت محلك كنت بعمل نفس الشيء. كيف وصل نبيل لهون؟ وانا اللي كنت افتخر فيه واقول لكل الناس انه ابن خالتي عم بيدرس بالجامعه ورح يتخرج قريبا. منيح اللي ماتت اختي قبل ما تشوفه بهالشوفه. كل عمرها تحلم بولد يحمل اسم بيو ويمشي على خطاه. ماتت تخلق، ويا ريته ما خلق، يا ريته ما خلق. إذا كان ولد عاق خالتي. لك الجهد، أنا رح أعتذر لأني مضطرة أروح على المدرسة. شوفكن على الغدا. والنسبة هلا تفتح المدرسة. بالنسبة للتلاميذ يا خالتي، سمر وزهية رح يهتموا فيكم. أنت بتنامي مع سمر ووائل بياخد غرفة سهى ونادر بالإذن. أنا كمان رح أجي معك بالإذن. سلام. بنت اختي ما تغيرت. ما بعرف ليه حاسس انه قرروا ينقلوا الذهب الليلي. ممكن لانه الرجال زار ابراهيم بيك الاسبوع الماضي وفل بسرعه. نعم شفته. على كل حال المكان مراقب، واذا صار شيء الليله رح نكون بالمرصاد. بس ابراهيم بيك ليش دعاك بهديك الليله على بيته؟ يمكن تيبعد الشبهات عنه. معقول؟ إذا ما كان موجود بمكان الذهب كيف رح تتهمه؟ ما الذهب موجود بأرضه، وفجأة توقفت البناية عن الشغل. في أدلة كتير بتثبت تورطه بالعملية، بالإضافة لاعتراف الاثنين اللي كانوا معه. أخذت هالعملية كتير وقت. فعلا. إذا رح نشوفك الليلة بالضيعة. طبعا طبعا، إن شاء الله تكون هالمرة صبتا، لأنه صار لازم تنتهي القضية. أنا شبه متأكد. وليه بدي نفذ العملية لوحدي؟ يا أمين قلت لك ما فينا نغامر ونخبر حدا. بس هيك العملية بتاخد وقت أطول. هلأ المهم تشتغل بدون أي ضجة أو أي حركة تثير الشبهات، ومن حسن الحظ إنه الموقع ما في بيوت والمدرسة مسكرة بالليل. كنت بفضل لو بتكون موجود معي. يا أمين هو رح يكون معك، أنا صحتي ما بتسمح لي أوقف بالهوى بالحقلة. طيب طيب الله ينهي هالقصة على خير. ليه ما بدها تنتهي على خير؟ نفرنا كل هالوقت لما نجازف بشي وخططنا بدقة. حيش خايف يا زلمة. وبرجع لهون بس خلص؟ لا 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 لا, لا مش اليوم. عشية جاي زياد لعندي يسهر ويمكن يتأخر. الأفضل تنطر لبكرة. حاضر. عظيم، بتمنى لك التوفيق. ومثل ما قلت لك انتبه، لا ضجة ولا حركة بتصير الشبهات. خد وقتك وسيطر على أعصابك، قربنا من النهاية. أمين أنت قريبا رح بتصير صاحب ثروة كبيرة. نعم رح صير غني قريبا. رح تسافر معه؟ لا لا، أنا ما فيي أترك الضيعة، لازم راقب التطورات اللي عم بتصير بالمدرسة. طيب يمكن ما يكون في ذهب تحت المدرسة، ليه عم تضيع وقتك فيها؟ أنا أكيد تحت المدرسة في كمية كبيرة من الذهب، وحرام يبقى الذهب مدفون تحت التراب. Thank you.
شو عم تعمل هالايام؟ بعدني بشتغل مثل ما كنت اشتغل لما شفتك اخر مره. بتبيع سمك؟ صرت املك 3 زوارق للصيد. بعدك تطلع على البحر؟ صار عندي 4 صيادين بيشتغلوا لحسابي، اوقات برفقهم. تاخذني معك بالبحر اذا زرتكم شي يوم؟ فيك تتحملي ساعات طويله بالليل بعرض البحر؟ هالقد صعبه؟ عليك انت؟ طبعا. منشوف. صرت عم بتطلع مصاري منيح؟ ماشي الحال. عندك خطيبه؟ وليه عم تسالي هالسؤال؟ مجرد سؤال. انت ابن خالتي وبيهمني امرك. امتى بدنا نزور نبيل؟ بدك تزوره؟ يعني بيضل ابن خالتي شو ما كان. وكان ضروري تقول اللي قلته عنه قدام ماي؟ وليه لا؟ اللي قلته بتعرفه ماي كتير منيح، والا ما كانت عملت اللي عملته. وانت اعطيتها حق؟ طبعا بدي اعطيها حق. خيك عم بيرتكب اكبر آفه اجتماعيه بالقرن العشرين. هيي انت ما تغيرت ابدا، بعدك متزمت بكل شيء. طبعا بطلت تعجبك افكاري وارائي بعد ما صرتي عم تعيش لشباب المدينه ورفاق الجامعه. ما بتعجبني افكارك من قبل ما فوت على الجامعه وعيش لشباب المدينه. على كل حال ما بيهمني رايك فيي. ما جاوبتني بعد اذا كان عندك خطيبه. ما بيخصك. شو بكون يا ولاد؟ كل ما التقيتوا بتتخانقوا. ابنك ما بينطق يا خالتي، مستبد برايه مثل بنت خالته ماي. ما بعرف كيف يتفقوا. لو كنت مثلها كنت بتفق معك. ما بدي كون مثلها، لانه ما بيهمني اذا اتفقت معي او لا. روقي يا سمر، روقي يا حبيبتي، وهو ما بيقصد يزعلي. هو دايما بيزعلني، من شان هيك ما بحب زوركم. يمكن يكون قاسي عليكي اوقات، لانه بيهتم فيك وبيخاف عليكي، ولا نسيتي انك بنت خالته؟ بشكره، ماني بحاجه لوسع امري. ماي عم بتقوم بهالمهمه بشكل كامل، وما بدي ماي تاني بحياتي. وعدتني بانك تكون رايق معها. من الاول كنت ضد انها تفوت على الجامعه، واصرت ماي انها تعلمها واشترت لها سياره كمان. نحن ما حصنا بهالامور. بعدين تذكر انه ماي طلبت منك تعملها بنعومه ولطف ودبلوماسيه. ليه؟ شو هي ولد؟ رح تصير عانس عمرها 25 سنه. هيدا اللي طلبته ماي. بعدين نحن جايين نعزي، مش جايين نعمل مشاكل. هالمرة رح اعذرك، بس مرة الجاي بدي ورقة خطية من الطبيب انك كنت مريض. شكرا. عادي صفك مش سهل، واذا فعلا بدك تنجح لازم تسافر بالدرس والحضور، والا ما في لزوم تضيع وقتك ومصريات اهلك. صدقني كنت مريض. انا مصدقك طبعا، انت شاب على كل حال، فيك تتحمل مسؤولية نفسك. عفوا، فكرتك لوحدك، برجع بعدين. ما عليه، أنا خلصت. بعد بدك مني شيء أستاذ عماد؟ لا، فيك تفل. بعتذر. فقدت أعصابي وتصرفت غلط. بتعترفي بهالشيء؟ إيه بعترف. بكفي اني ظلمت ماي ونسيت للحظة الصلة اللي بتربطنا ببعض، بس هي تفهمت الوضع. غريب، كيف تفهمت الوضع؟ وحتى عطتني الحق باللي عملته. لا، انا ما بستغرب شي بيصدر عن ماي، وعلى كل حال هي سموحة معك. انت مش هيك؟ هيدي مش اول مرة، بس رح تكون الاخيرة بوعدك. امال، لما صرحتك بكل شيء انا كنت مفكر انه عم بوجه كلامي لبنت ناجره ومتفهمه، بس مبين لي مع الايام اني غلطان. كيف بتتوقع تفهم بنت عاشقه بتعرف سلف انه حبيبها بحب مره ثانيه وبيشتغل معها وبيعطيها من وقته اكثر ما بيعطيها لها؟ انت كنت عارفه هالشيء من البدايه. حاولت اتقبل الوضع، ما قدرت. رح يبقى الوضع على حاله بالمستقبل. بعرف. صدقني تغير الوضع هلا. صرت شوف بوضوح اكثر. هالتجربة كانت مفيدة بالنسبة لي. أي تجربة بتقصدي؟ بتهيني ماي، بتحمليها مسؤولية حبي إلها، وأنت بتعرفي كثير منيح هي ما خاصة بالموضوع. بتبادليها حبها إلك،
واهتمامها بمصلحتك باتهامها بشرفها واخلاقها. بترجيك ما تكمل، انا ما قصدت كل هالشيء، انت بتعرف اني بحترمها وبقدرها. تصرف غريب ليبين الانسان احترامه وتقديره للاخرين. قلت لك اني غلطت وبعترف بغلطي وبدي اعوض عنه. مهنتيني انا كمان. ما كان قصدي خفت اخسرك، خفت تاخذك مني. كنت غلطانه وبعرف هالشيء، بس ما كنت بحالي تخليني افكر بمنطق. انا بحبك، كل اللي كنت طالبته انه توضح لي ماي موقفها منك، ووضحت لي اياه، وانا بصدقها وبوثق فيها وبوثق فيك كمان، وبعدك انه اللي صار ما رح يتكرر. اذا بتسامحني جرحتني انت بالماضي وسامحتك. عماد قلي انا ما فات الاوان، قلي انك رح تسامحني. نحكي بالموضوع بعدين، ما بدي اتاخر على الصف. رح شوفك على فرصة الغداء؟ ما بعرف. مش رح تشربي قهوة معنا؟ لا، عندي شغل بالمطبخ لازم خلص. مسكينة ام حبيب، تركت بحياتها فراغ كبير، ما كانوا يتركوا بعض. ام حبيب تركت فراغ كبير بحياتنا كلنا، وخصوصي ماي، لانه كانت تدعمها بكل شيء. ليش ماي بدها دعم؟ قصدي اقول انه ام حبيب كانت خير وبركة بهالبيت. ايه اكيد. خالتي عايزتكم بموضوع خاص، بتجوا معي؟ نعم علي، خليكم انتو هون، انا بدي فوت ارتاح شوي بقوتي. بلازم انا مشغول بالي من وقت اتصلتي فيي وطلبتي اني استقبل سمر عندي، شو عم بيصير هون؟ وائل بدي اياك ترافق سمر كيف ما تحركت، ما بدي اياها تروح لمطرح لوحدها، تا كانت خلصت جماعتها وراحت معكم على الشمال. ليش؟ لانها متعلقه برجال ما بيناسبها. وائل بعرف انه هذا الموضوع بضايقك، بس هذا اللي صار، وبفضل انك تعرف مني من انك تعرف من غيري. انت بعدك مفكر فيها؟ بعد ما خبرتيني هالقصه ما بعرف. إذا كنت بتحبها فعلا لازم تساعدني تبعدها عن هذا الرجال، لأنه عم بيستغلها. يا ويلي عم بيستغلها؟ إذا كانت هي غبية شو بقدر أنا أعمل؟ سمر منها غبية وما إلها ذنب اللي صار. كل القصة إنه أغريها بشخصيته بساروته بالقصر اللي ساكنه، وسمر رومانسية بطبعها ففكرت إنها بتحبه. وكيف بتعرفي إنها ما بتحبه فعلا؟ أنا متأكدة. فضل ارجع على ضيعتي وانسى إنها موجودة. وائل سمر بنت خالتك، فكر فيها من هالناحية. بعدين هي ما عندها لا بي ولا ولد عم، انت المسؤول عنها هلا. إذا في ساعد ما رح يتأخر. بدي اياك تتقرب منها، ترفقها وين ما راحت، هيك بكون مطمنة إنه مش عم تشوفه. بعدين بين لها حبك، عملها بشوية ليونة. مش عيب إذا الرجال أظهر شوية عاطفة، ما بتنتقص من رجوليته. ما بقدر أبقى هون مدة طويلة، أنا عندي شغل نسيتي. فيك تتفقد شغلك ساعة اللي بدك. بدي اياك تخدمني هالخدمه لالي. طيب رح ابقى بس كرمالك انت. هيدا بيعني انك بطلت تحبه؟ ما بعرف، الي زمان ما شفتها، بعدين بصراحه تصرفاتها ما بتعجبني. لا وائل عم تبالغ، سمر بنت عقلي وبتعرف كثير منيح كيف تحافظ على حالها. طبعا، والبرهان انه وقعت بغرام رجال عم بيستغلها. قلت لك ما إلها ذنب اللي صار. ما بتعتقدي يا بنت خالتي انه الغلطه غلطتك؟ لو قبلتي انه نتجوز من سنه ما كنا
هلا واقعين بهالمشكله. لانه ما كان بدي اياها تلتهي عن جماعتها، بس هلا تغير كل شيء، وما بدي اياها تحطم حياتها بسبب هيدا الرجال. هي رح تتخرج هالسنه. على كل حال هيدا الموضوع سابق لاوانه. كل اللي بدي اياه منك هلا تراقب تحركاتها وما تخليها تظهر برات البيت لوحدها. ورح تعمل هذا الشيء كرمالي اذا مش كرمالها. انا بفتح يا سعادة. انك ورا الدعوة اللي رفعناها ضده. هيك فهمت من جد. كيف عرفت؟ ما بعرف. ما نكرتي؟ طبعا نكرت، بس هي متأكدة وأكيد رح تسألني عن مصدر المصاري اللي دفعتها للمحامي. بصراحة أنا ندمانة على رفع الدعوة. ستي رح تغضب علي هي وبترابها. إياك يا ثمرة الرشح. ستك مثل كل الجيل القديم بتفكر بعاطفتها، وما في محل للعاطفة هون. مي مدينة إلكم بالمال ولازم تدفع. لو تركت عاطفة أمي ودموعي أسروا فيي ما كنت هاجرت ووصلت للي أنا فيه. بس حبسها ما رح يحل شيء، مش ممكن أقبل إنه تنحبس ويتشردوا أولادها. ومين حكي عن الحبس؟ أنتوا عم تهللوها لحتى تدفع بس. إيه بس أنا قلت لها إنه ما رح أتنازل عن الدعوة حتى لو دفعت لي. كيف بتقولي لها؟ ما يمكن ما تدفع إذا عرفت إنها رح تنحبس بالحالتين. كنت ملزمة منها من بعد ما طردتك. بتروحي بتقولي لها إنك قلتي اللي قلتي لأنك كنتي معصبة. وما بدك الا حقك من مال بيك. يعني ما بدك اياها تنحبس؟ وليه بدي اياها تنحبس؟ فكرت انه بدك تنتقم منها. الظاهر انه كلامها بلش ياثر فيك. كنت تحبها؟ من زمان كثير. وهلا؟ سمار، بدي اياك تشكي فيي. بتحبني؟ الحب بعمري قناعة واحترام وتفاهم، وانت بتملكي كل هالمواصفات. طب ليه ما بتتجوزني؟ مش عم تسمعي وتشوفي؟ الكل معديني بسببك. ما حدا بيصدق اني رح اتزوجك لشخصي، وكل الضيعة رح يقولوا اللي بدهم اياه لانهم بعدهم ذاكرين قصتي القديمة معها، وتفاجأت انهم بعدهم ذاكرينها كانها صارت امبارح. بترضي على نفسك يقولوا انه تجوزها كرمال ينتقم من اختها؟ يعني ما في امل النا؟ لأنه ما رح توافق على زواجنا. ما في أمل؟ سوري سمر، كرامتي فوق كل اعتبار، مشان هيك لازم تستمري بالدعوة. إذا كانت رح تحرمك من حياة مستقرة وآمنة، فما لازم تسمحي لها تحرمك من مال بيك. هيك بتكوني انتقمتي لنفسك ولإلي. يعني بدك تنتقم منها. اوكي سمر، ايه بدي انتقم. لعبت بكرامتي بالماضي ونسيت اللي صار، بس انه ترجع تحرمني من سعادتي اليوم كمان فهيدا كتير وبتستحق تتقصص عليه. يا ربي، عم بتسير لنا حياتنا كلنا مثل ما بدها. حتى انت سيرت لك حياتك حسب ارادتها. سمر، صار لازم ترجعي، ما لازم حدا يشوفك. رح انتقم لك، بوعدك. ما تخافي يا سمار، هالمرة أنا اللي رح سير لحياتها حسب إرادتي. Thank you.
فوق. تربيتي. في الحلقة السابقة من ابنة المعلم. زياد ستي ماتت وأنا السبب بموتها. حتى أنت يا جميل. يعني منتظر أوقف معك ضدها بعد كل شيء عملته؟ تعوض بسببته. ما هي أنت مجنونة اللي تفتح المدرسة بكرة؟ ما كانت رح ترضى أم المعلم إنه توقف المدرسة بسببها. شكرا ست مي إنك ما أحرجتي لي موقفي. ما حبيت احرج موقفي انا. بكون عم برتكب جريمه اذا فكرت اتجوز يا جميل. هيدا بتوقف على اللي ناوي تتزوجها. سمر الدايل. جريمه؟ ليه الواحد بيتجوز؟ ليه الواحد بيتزوج اخت الست يلي بيحبها؟ تقصد اللي كان يحبها من اكثر من 25 سنه. وصلت للدعوه؟ متاكده انه هو ورا رفع الدعوه. ما كنت رح بسمح لها تاذيك لو حاولت مثل ما انت عم تحاول. أذيتني بالماضي وما قدرت منعها. ما بقى رح تأثر علي شو ما عملتي. حتى لو ما كان عندي ثقة بنفسي صار عندي ثقة بمايجي. وين نبيل؟ نبيل بالحبس. ولا وليه فات على الحبس يا ماي؟ لأنه مدمن على المخدرات. بتهيني ماي، بتحمليها مسؤولية حب إلها، وأنت بتعرفي كثير منيح هي ما خاصة بالموضوع. قلت لك إني غلطت وبعترف بغلطي وبدي أعوض عنه. بدي اياك ترافق سمر كيف ما تحركت، ما بدي اياها تروح لمطرح لوحدها. ماني بحاجة لوسع امري، ماي عم بتقوم بهالمهمة بشكل كامل، وما بدي ماي تاني بحياتي. مش ممكن اقبل انه تنحبس ويتشرد اولادها. ومين حكي عن الحبس؟ انتوا عم تهددوها لحتى تدفع بس. رح انتقم لك، بوعدك. ما تخافي يا سمر، هالمرة انا اللي رح سير لها حياتها حسب ارادتي. كيف رح تتهم؟ في ادله كتير بتثبت تورطه بالعمليه. اذا رح نشوفك الليله بالضيعة. أمين. انت قريبا رح بتصير صاحب ثروه كبيره. رح صير غني قريبا. ايديكوا لفوق. تربيتي. Thank you.
خير. خلاص. متأسف يا زياد، بدك بعد شوي تمرين. شو رأيك؟ بدك دق تاني بعد؟ لا لا دخيلك، صار نص ليل وأكيد أنت تعبان وأنا كمان. لا والله مش حاسس بالنعس الليلة. وليش الليلة بالذات؟ معاديني النوم بهالأيام، ما بعرف ليه. خفف غرام شوي، بتنام. يا ما وصفت هالدواء لحالي، بس ما بعرف من أي صيدلية بيشتروه. آخ آخ، أيمتى بيجي اليوم اللي رح سهرها فيه مثل ما عم أسهر أنا يا زياد؟ أيمتى؟ أبشر، صرت قريب من تحقيق الهدف، قريبا رح تحتاجك تتغطي لديونك. كبر عقلك، بتروح لعند كل الناس قبل ما تجي لعندي بعد اللي عملته فيها بالماضي. مين رح يعطيها ثروة كبيرة مثل هيدي وهي بهالوضع المادي السيء؟ وتضل تلاقي حدا. انت مثلا لو اجت لعندك تطلب المساعدة ما بتساعدها؟ معقول يساعدها؟ وانا عارف انك ناطر هالفرصة بفارغ الصبر. انت رح ترفض كرمالي يا زياد، مش هيك؟ ايه عندك شك؟ ممنونك يا زياد، انا كنت عارف انه بقدر اتكل عليك. انا ناطر هالفرصة من 20 سنة، يومتها فلتت من ايدي بعد ما كنت رح املكها هي والمدرسة سوا. بجن اذا فلتت من ايدي هالمرة كمان. صار لازم روح. ناطر حدا بهالوقت؟ لا لا ابدا. ما يكون هيدا امين مسرب من شي سهرة ومارق علي بيعملها مرات. مساء الخير. امر في خدمك بشي؟ نعم تفضل معنا. لوين؟ على المخفر. على المخفر بهالوقت؟ شو في؟ حضرتك متهم بمحاولة تهريب ذهب خارج البلاد. أنا مهرب ذهب؟ لا أنا منين عندي ذهب تهربه؟ ما في داعي للنكران يا سيد إبراهيم. قبضنا على أمين سليمان وعلى رشيد نصور واعترفوا بكل شيء. ما رح روح معك قبل ما اتصل بمحامي. بتتصل بالمحامي من المخفر. مساء الخير سيد زياد. بتعرفوا بعضكم؟ معرفة وثيقة. هو اللي دلنا على مكان الذهب وكان له الفضل الأكبر على إلقاء القبض عليك قبل ما تنفذ جريمتك البشعة. أنت؟ لا. لا فوتك عبيتي وسقت فيك، لا. الظاهر انه حقدي القديم رافض يغادرني يا ابراهيم بيك. شكرا لتعاونك معنا سيد زياد. هذا اقل الواجب حضرتك. صباح الخير. شو بدك؟ جيت اطمن عليك، اطمنك انه التعوى وصلتني اخيرا. وحدي على حالك ولا على المدرسة؟ شو خص المدرسة بالموضوع؟ رح تبيعيها لتدفعي لنا. عم تحلم. ما رح يكون عندك خيار غير هيك. رح تفوتي على الحبس والمحكمة رح تحط ايدها على كل شيء بتملكيه. طموح. بدي اياك تنحبسي تتحسي باللي انا حسه. كيف رفعت الدعوة؟ عن طريق محامي. وكيف قبلت المحامي؟
ليه ما بتسألي سمر؟ هي اللي اهتمت بالموضوع. بدي اياك تتراجع عن الدعوة. اتراجع عن الدعوة؟ شو أنا مجنون؟ ما معي ادفع لك هلا. بتبيع المدرسة؟ بتدفعي لنا. بيع المدرسة وشرد 300 تلميذ لأدفع لك؟ هيدا مش شغلي. مؤسف. مؤسف إنك تكون أنت ابن المعلم. إلك أكثر من 20 سنة عم تستغلي بي. لا تستولي على المدرسة وعلى كل شيء بنملك. بس هالمرة يا أختي رح ينقلب الدور عليكي. إذا بدك مدرسة تبني وحدة من مالك أنت. هيدا طبعا بعد ما تطلع من الحبس. يعني ما رح تسقط حقك عن الدعوة. ممكن أتخلى عن حياتي يا أختي، بس مش ممكن أتخلى عن الدعوة. يكون بعلمك يا خيي إني مش حادة على حالي، حادة على ستك اللي ماتت من فرط سعادتها وفخرها بالدعوة اللي رفعتها ضد أختك. هيدي تاني مرة بالعيلة بتموت بسببك، والمؤسف بالأمر إنك ما بتستحق كل هيدا. ما بتستحقه. ماي وقفي. ماي ستي ماتت. ماي ستي. تجاوز زياد واخترت لك العريس اللي رح يحل محله. كيف؟ مين تاني؟ وائل ابن خالتك. انا اتجوز هيدا المتلمت المغرور؟ حتى وصيته انه يلازمك بكل خطواتك. خبرته عن زياد؟ طبعا. كيف كانت ردة فعله؟ نرفز كتير. لوين؟ رايحة زور نبيل. ما قلت لك انه انا كمان بدي زوره؟ بلا، بس ما قلت لك انه بيرفض زيارة اي حدا ما عدا انا ومي وستي قبل ما تموت. فاذا ما رح اسمح لك تزوريه. نعم. انا مكلف رافقك وين ما رحتي، وتاكدي انه منه امر محبب على قلبي بس مجبور نفذه. وليتها تجبر حالك على شيء مش محبب لقلبك. تأحميكي من غباكي. ما بسمح لك تهيني. وائل، سمعتي يا خالتي كيف يحكي معي؟ صدقتي هلا انه ما بوفر فرصه تيهيني ويجرح شعوري؟ كيف تسمحي للرجال انه يستغلك؟ ما عم بيستغلني. زياد اشرف وانبل منك. على القليله بيحترم شعوري وبيعملني بتهذيب. طبعا، تيوقعك بغرامه. وائل، بكفي. ما تحكي مع بنت خالتك بهالطريقه. هيك انت ما عم تساعدها. اذا بدك تزوري نبيل بدك تضطري تتحملي وجودي. صار لازم نبيل هو يجي يزورني مش انا رح زوره، لانه انا كمان صرت عايشه بحبس. انت حكمتي على حالك بشي. ليه؟ لاني حبيت رجال محترم بيملك الملايين وعايش بقصر. ورح يتجوزك؟ كان رح يتجوزني لو وافقت معي. تنتقم منا. هيدا اللي بتقوله هي. الغبي بيعرف انه اللي عم بتقوله صحيح، لانه الامر واضح مثل الشمس. وليه انت منرفز هالقد؟ لانك بنت خالتي وما بيهين علي يستغلك هذا الرجال. بس منشان هيك؟ سمر، يمكن هالزلمه نيته صافيه معك ويمكن تكون عاطله، فليش لا تغامري بمستقبلك معه؟ ما رح يتجوزني على كل حال. وانت بتحبيه فعلا؟ ولا بتحبي ثروته وقصره اكثر ما بتحبيه؟ وليش ما بدي احبه؟ شاب جنتلمان بيعملني بلطف ورقه واحترام، بيمنحني الثقه بنفسي، بيساعدني حقق طموحي. وشو هو طموحك؟ انك تكوني ممثله؟ وشو بيفهمك انت عن التمثيل؟ ما بدي افهم. ايه انت حر، بس ما تحكي بموضوع ما بتفهم فيه. بكفي، ما بقى تتخانقوا. تفضل يا حضره الحارس الامين اذا مصر انك ترفقني. عمري 43.
رايحة زور نبيل، بدك تبعتي له مكتوب؟ أنا ما بكتب كتيب لواحد بلا أصل، بيرفع دعوة على أخته اللي ربته. أنت حرة. خالتي يا حمايك هلا هون؟ ايه ناطرني تعند اهله. ما بدي اشوفه. تخجلته يا شو؟ ما بدي اشوفني بهالحاله. ما تخاف، ما رح يجي قبل ما عند اهله. ليه ماتت ستي؟ ذبحة قلبية. هيك فجأة؟ لما عرفت بالدعوة صارت تصرخ وصارت للذبحة. ليه؟ ما هيدا حقنا. انت بتعرف قد ايه كنت حبها لمال. يا ريتنا شفتها قبل ما تموت. ما كانت تغيب عن بالي. كنت حاسس انها رح تموت قبل ما اطلع من الحبس. بعتقد انه الدعوه كانت النقطه اللي فاضت من الكبايه. حبسك حملها هم كبير. نحن اثنين مسؤولين نوعا ما عن موتها. ليه؟ ما هي اللي فوتتنا على الحبس. هي اللي اغتصبت حقنا. هي وصلتنا على شفير الافلاس والديون. هي سبب موتها. وعدت بانها تدفع اذا تنازلت عن الدعوه. ما راح اتنازل. بدي اشوفها بالحبس. ما رح تدفع اذا حبسناها. عم تكذب علينا. رح تجبرها المحكمه تدفع. بتعلن افلاسها. ابراهيم بيك بيشتري المدرسه. يا حب الحبس. شو؟ باي تهمه؟ ما رح تصدق. لقى ذهب تحت البيت عنا. حاول يهربوا لبرا. بيتنا نحن؟ ايه. ذهب؟ مهم هلا هو بالحبس ويمكن يحاكموه سنين. فالافضل انه نتنازل عن هالدعوه. بيشتريها حتى لو حكموه. يعني بدك تستمر بالدعوة. ايه. مش بعتي معك عليا مكتوب هالمرة؟ عليا غضبانة عليك ورفضت تكتب لك مكتوب. هي حرة. هذا اللي قلت لي. يبدو انه مش مرغوب فيي كثير. مين سمح لك تفوت؟ يا افندي يا افندي. نعم. انت اذا قلت له يفوت ما بدي اشوفه. ليه بترفض زيارتي؟ ما رح خايفك، جاي بس اطمن عليك. انا منيح. ومنين رح تجيبي مصاري؟ ضل لاقي حدا يدين لي. اكيد مش بتكلي على البنك. ليه لا؟ المدرسة بتسوى أكثر من المبلغ اللي عطوني إياه. رح تغرقي أكثر وأكثر بالديون. ما تركوا لي إخوتي، خيرتني. بس ما دفعتي حتى القسم الأول من ديونك. جميل، شو عم تحاول تفسر لي؟ إني واقعة بمشكلة كأني ما بعرف. بعرف إنك بتعرفي. فكرتي بوسيلة تانية إذا رفض البنك؟ أنا متأمنة إنه يعطيني. وإذا ما أعطاكي؟ جميل، ما رح أتبين من زياد عبد الله. حتى لو اضطريت تبيعي المدرسة؟ ما رح اضطر بيعها. ما عاد حدا معه مصاري الا هو ابراهيم بيك اذا طلع من الحبس. مش شايفة بأي مشكلة وقعتيني؟ إذا كان بدك تنتقمي مني فكري على القليلة بولادي بالمدرسة ببيي بستي بالبهدلة اللي رح تلحقنا كلنا. عمالك قلبك زياد عبد الله؟ أنا مستعدة أتنازل عن الدعوة إذا أعطيتيني مصرياتي. ما معي مصاري هلا، مليني على القليلة سنة. بعد سنة يمكن ما يكون عنا حتى سقف ليحمينا. وبدك تنفدي انت وخيك؟ انت وصلتينا لهون. واللي عم بعمله عم بعمله كرمالي انا؟ اكيد مش كرمالي انا. ما رح تقدر تحبسيني على كل حال. انا ما بقى بديك تنحبسي، لاني بعكس ما بتعتقدي، فكر بولادك وببيي وبستي. بس نبيل مصر على الدعوة. عم بحكي هلا معك. قلت لك انا مستعدة اتنازل عن الدعوة اذا اعطيتيني مصرياتي. ما معي مصاري هلا. بيعي المدرسة. ابراهيم بيك بالحبس. بيشتريها هو بالحبس. وبتقبل انه يهدمها ويبني على انقاضها مشروع سياحي؟ اذا كان هيدا بيخليني استقل عنك؟ ايه. وبتقولي لي عم تفكري ببيي وبستي؟ لو عينا بيي اللي عم بعينيه بسبب هالمدرسه كان باعها بنفسه. ما
بعطيكم حصتكم للمدرسة والبيت إذا مهلتوني سنتين. ما فيي أنطر سنتين. ولا أنا. أنت مصر على الدعوة؟ أخيراً انتصرت عليك يا أختي. حياتي ماني شايف هالخوف الظاهر بعيونك. رح تعزل ديكتاتورية على الحكم. بياخد كل واحد منا نصيبه من المال ويتنعم فيه. بينما هي مرمية بالسجن. عم تذوق الذل والبهدلة يلي ذوقتني إياهم. نعم سيدنا. نعم سيدنا. حاضر. قرر النائب العام تركك بسند إقامة وحول الدعوة للحاكم المنفرد. جابوا مذكرة بتستوجب حضورها للسلطات المختصة. كيف كانت ردة فعلها؟ باردة مثل العادة. بس أنا متأكدة إنها كانت خايفة بينها وبين نفسها. نحلي ما كنت هون. كان رح يشفقك قلبك عليها؟ مع إنه بتستاهل يصير فيها هيك. بس ما اسمع إلا أختي. فكري باللي ناطرنا. وأخيراً رح نتحرر منها وناخد مالنا. ما بديها تنحبس. ليه ما بتتركي هالأمر للمحكمة؟ هي بتقرر إذا كانت تستحق تنحبس أو لا. مين بيتحمل مسؤولية الأولاد؟ ومن إمتى كانت تتحمل مسؤوليتهم؟ نادر رح يشتاق له. سمر ما تخيبي املي فيكي. نسيتي شو عملت فينا؟ نسيتي استعبادها إلنا بكل شيء؟ نسيتي كيف بتسير حياتنا بدون اهتمام بمشاعرنا واحاسيسنا؟ نسيتي ايام الذل والقهر وقديش بكيتي بسببها؟ نسيتي شو كان موقفها لما انقبضوا على نبيل؟ نسيتي انه هي سبب ابتعادك عن زياد؟ لا ما نسيت شي. ما نسيت شي. خالتي تعدي معنا. شكرا. بدي فوت ساعد زهية بالمطبخ. خلصنا من ام حبيب طلعتينا انت؟ ست نظيرة ما بسمح لك توجهي لي اي حديث. يا ست اميمة انت على اساس جاي تقعدي اسبوع هون؟ صرنا باول اسبوع من تاني شهر. نظيرة ما بحب الضيف التقيل. انا ضيفي عبنت اختي. البيت بيتي. ما بسمح لك تحكي مع خالتي بهالطريقة. مش شايفك عم تطلع فيي باحتقار؟ أنا ما بقبل إنسان ببيتي يكرهني ويطلع فيي هيك. البيت مش بيتك وحدك. طيب البيت بيتنا كلنا. وإذا بدك إياها تبقى تبقى، بس على شرط تتصرف ضمن حدود. تتصرف مثل ما بدها. تأكدي يا ست نظيرة إني مش مستمتعة بالقعدة بهالبيت تأشهد عائلة أختي عم بيعيدوا بعضهم ويحاكموا بعضهم. أنا هون لأنه ماي طلبت مني وترجتني حتى أبقى، ورح أبقى كرمال ولادها تعطيني فيهم بغيابة، ولأنه بنت أختي عزيزة على قلبي رح أتحمل القعدة. تفضل. أستاذ جميل وين ست ماي؟ في مخابرة إلها من البنك بيطلب حضورها بأسرع وقت. ست ماي مش موجودة، أنا بروح معها. لوين؟ مخابرة من السنترال. البنك طالب معي. استحقيت أول دفعة. بعرف. ليه منك بصفك؟ لأن فيي ركز تعلم يا جميل. طلبت من فؤاد يحل محلي. فإذا خليك بالمكتب تكنت رجعت. أنت كمان مش بصفيك؟ مشغول بالي عليا، رح يطلقوا صراحة؟ لحق المحامي رح يدفع كفالة عنا. إن شاء الله يقدر على القليل يخلصها بالحبس، ما رح تتحمله. كنت عارف إنه رح توصل لهاليوم. كان لازم نمنعها بأي وسيلة. كيف انجرفنا وراها؟ كيف جريناها باللي عم تعمله ونحن عارفين إنه رح توصل للهاوية؟ كان لازم نمنعها.
ما تلوم نفسك، ما حدا كان قادر يمنعها، انت بالذات عرضتها وانت الوحيد اللي واقف بوجهها. لازم اعمل شيء، بدي اعمل شيء بس مش قادر، ايدي مربطين، ما رح اتحمل وجودها بالسجن، ما رح اتحمل شوف احلامها عم تنهار قدام عيونها. انت غلطانه، ماي ممكن تتحمل السجن بس ما رح تتحمل انهيار المدرسه. ما رح تنهار المدرسه اذا دبرت مصاري تدفع لاخوتها. من وين بدها تجيب مصاري؟ ما هلا جميل رح يجاوب على مخابره من البنك، استحقت اول دفعه، حتى لو قدرت تدفعها، البنك ما رح يمهلها هلا اذا عرف انها مهدده بالسجن والافلاس، رح يحط ايده على كل شيء تملكه، بالاضافه لمصاريف المحامي والاجراءات القانونيه، المدرسه رح تنباع، وهيدا اللي كان بدهم اياه اخواتها. وامي كمان. أنا ما بدي المدرسة تنباع، أنا ما بهمني المصاري، ماي مش الوحيد اللي بتعرف أهمية العلم، صدقني أنا بحب هالمدرسة، ولو تحملت مسؤوليتك كنت تصرفت بالطريقة اللي تصرفت فيها ماي لو عندي شجاعتها. أمي خايفة على مصيرها وهيدا من حقها، لأنه ماي عم تغامر بمالنا كلنا. مش أمك اللي حطت لك براسك كل هالأفكار السلبية ضد ماي؟ ما عندها ثقة فيها. مش بس بتكرهها، خليتك أنت كمان تكرهيها. لا أنا ما بكرهها، أنا كنت غار منها. وبعدني قديش إلنا مع بعضنا؟ ليه عم تسأل؟ سنة؟ يمكن أكثر. وبعدني بغار منها. فإذا رح ضلك تغاري منك لحياتك. اللي رح تحبك لحياتك؟ لا، بس رح تبقى حلم من أحلامي، والأحلام اللي ما بتتحقق بترافق الإنسان للقبر. فإذا ما في أمل إنك تحبني. رح تحبك هلا. ما فهمت. ما عم بطلب منك تفهمي، عم بطلب منك تصدقيني. انت بتحبني؟ هذا ما بيعني اني سامحتك. انت بتحبني؟ من وقت مناسب لهيك اعتراف مش هيك؟ ليه ما قلت قبل هلا؟ انت كنت رح تعرفي لو مع ميتك الغيره. وليه تركتني على عماي وانت كنت عارف الصراع اللي كنت عايش فيه؟ لانه غلطتي كانت يوم اللي صلحتك بالحقيقه. انا ما رح اتجوزك وما رح اعيش كل حياتي مع هالمشكله، وانت كمان ما رح فيك تعيش مع الواقع بدون مشاكل. انا ما كنت لازم صرحك بالحقيقه. انا بعيش بدون مشاكل اذا تاكدت من حبك. شفتي؟ انت مانك متاكده بالرغم من كل اللي قلته. لانه فاجاتني هيدي الكلمه اللي ناطرتها من سنين، بتقلي اياها هلا بكل بساطه وبدك ياني اتصرف كانك قلت صباح الخير. على كل حال ما بقى لها معنى هلا. لو كنت بتحبني حقيقة كنت سمحتني وتفهمت تصرفاتي. أنا كنت أتفهم تصرفاتك بالأول، بس هلا بلا حق بلاقي إنك تشككي بنيتي وأخلاقي من بعد 10 سنين ونص. قلت لك متأسفة وندمت على تصرفاتي قبل ما أعرف شعورك نحوي، وبأكد لك إنه اللي صار ما بقى رح يتكرر. مش وقته هالحديث هلا. على كل حال إلك شهرين عم تأجل هالحديث. ما رح بتفي هلا، وماي مهددة بالسجن والمدرسة بالانهيار. بدي تكون حالتي الفكرية جيدة حتى اخذ هيك قرار. بعدين امال هيدي حياتي، وما بدي اتعذب بالمستقبل مثل ما تعذبت بالماضي. اتاكد باني ما رح اكون مصدر عذاب لك مهما قررت، حتى لو كان الثمن عذابي انا. امال رح تكون مصدر عذاب لي اذا انا اخذت قرار افترق عنك. فاذا ما تاخذ القرار. ما عم تساعديني. مش قادرة أتقبل اللي عم بيصير. ما حبيب لو ما ماتت يمتها كانت ماتت هلا. مين كان يقول هيك؟ كانوا متعلقين فيها كتير هن وصغار، وهي كانت بتموت فيهم. ليش هيك تفرقوا؟ ليش؟ المال يا ست أمي، المال بيفرق الخي عن خيه والابن عن بيه. ليش هن كانوا رح يملكوا هالمال لو ما تضحيتها وتعبها وجهدها؟ ما بينفع مو هيك. وائل اخيرا رجعت. كيف بيك؟ كيف اخواتك؟ كيف عم يدبروا امورهم بغيابي؟ كلهم منيح، ام احمد عم تطبخ لهم وتهتم فيهم. عسلامتها. وانت كيف شغلك؟ يعني
كيف يعني؟ ما فينا نتكل بكل شيء على العمال، مش مطمن كثير للي عم بيصير. ما عم بتطلع عليهم كل اسبوع. ما بكفي. وين ماي؟ لازم تعذرني، انا ما عاد قادر استمر. ماي بالمغفر، عملوا محضر بحقها. اي متى؟ اليوم الصبح اجوا 2 عسكري واخذوها معه. وكيف سمحتي لهم ياخذوها؟ وشو قادره اعمل انا؟ اتصلت بالمحامي؟ اتصلت بعماد وجميل وهن اهتموا بالامر. اكيد مبسوطه هلا وفخوره باللي عملتيه. قدرت تخلي اختك تنسيق على السجن مثل المجرمين. ما رح رد عليك. انا ما بعرف كيف بعدها تركتك بالبيت بدل ما تزدتك بالشارع مطرح ما بتستحقي تكوني. كيف تسمح لنفسك تحكي معي بهالطريقه؟ لانك ما بتستحقي افضل منها. خالتي بترجاك خليه يسكت. اسكت يا وائل، الحكي معها مثل قلته. كنت عارفي عماد انه الدفعة الأولى حتكون 2000 ليرة؟ 2000؟ بده الأشهر السابقة مع دفعة هالشهر خلال يومين، وإلا راح يضطر يحط إيده على المدرسة والبيت. قد إيه معنا يا جميل؟ ها؟ ماشي. دفعته للكفالة. راح شوف قديش معها بالحساب، أكيد ما بيطلعوا نص المبلغ. كل المصايب انصبت على راسها دفعة وحدة. مش راح خبرها بهالأمور لأنه ما حيفيدها بشي. هي بتعرف إنه الدفعة بتستحق هالأسبوع. وصلوا، هيدي سيارة المحامي وما هي معه، ما حبسوها، كتر خيرك يا الله. اوعى تقلها شي عن البنك، انا بتدبر الامر. كيف؟ رح فكر. جميل اياك بطلب المبلغ على اساس انه الي. ما رح تقبل. ما منخبرها. ما هيك يا عماد، ما منخبرها. لما تجوع طبعا سنيكرز، لما تجوع هيك تعرف يكون فات الاوان. يمكن يكون فات الاوان فعلا. عندك شي حالتين؟ خلص بطلب المبلغ على اساس انه الي وحياتك. وصلوا. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. معي ما بدك لها الأهد. واجهت صعوبات أكبر من هيك بكتير وما يئستي. بالعكس كنت تشجعينا لما نحن نيأس. حددوا موعد المحاكمة؟ بعد شهر. كان بحق لهم ياخذوها بطريقة أستاذ منصور؟ حق عمي، أنا ما اتصلت بمحامي إخوتها لأنه كنت بتوقع منها لح تدفع المصاري وتحلها معهم. أو بتتصل فيه لأنا أتصرف. شهر بكام؟ وهي تتنقل من بنك لبنك، من شخص لشخص، وكلهم رفضوا دينوها لما عرفوا انه املاكها مرهونه. كان لازم تخبرني. كنت بعت مكتوب لمحامي اخوتها او طلبت بالاستئناف. بس هو اعتبر سكوتها اهمال للدعوه. على كل حال المشكله انحلت ونحن بانتظار المحاكمه. اتصل البنك جميل؟ لا. بعد. صار الظهر، وين بتكون صارت؟ أكيد بيكون جميل بعت المحامي وراها. معقول يحبسوها من هلأ؟ لا، بيطلقوا صراحة بكفالة. كلكن معها ضدي. بدي أعرف ليه ما وقفتوا ضدها لما انحطت نبيل بالحبس؟ هيدا مش عدل. ممكن تشوفي أم عم تضرب ولادها وتعتبري الأمر عادي، بس بتستغربي تشوفي ولد عم يضرب امه. ومن ايمتى ما كانت ام لاولادها لتكون ام لاخوتها؟ اللي بيعز عليها انها ما عطت ولادها قد ما عطت اخوتها. وشو عطيتهم؟ حرمتهم من كل حقوقهم؟ سمر كان حلمها الوحيد انه تصير ممثله. جبرتها تدرس الادب. اختارت الانسان يلي تحبه ويحبها. بعدتها عنه. وجبرت نبيل يدرس الرياضيات. مع انه بيكره هالمادة. هي اللي وصلته للهاوية بتسلطها عليه واستهتارها بشعوره وإرادته. ولما انباعت بيت ستة كان مفروض تسألهم اذا كان بدهم حصتهم.
قبل ما تصرف المبلغ على تكبير المدرسة، كأنها هيدي الوريث الوحيدة لحبيب الداير. اللي هي لوحدها بتملك المدرسة؟ منها ملكهم كمان؟ ملكهم بالاسم، المدرسة ملكنا بالاسم بدون أي حقوق إلنا عليها أو حتى واجبات. هي إرادة المعلم والسيد كمال، وإرادتنا مهمة أكثر من إرادتها. كلنا بدنا نبيع المدرسة إلا هي. إذا كان صحيح بتآمن إنه المدرسة ملكنا، كانت استسلمت لإرادتنا. وإم حبيب كانت كمان بترفض تبيع المدرسة. إم حبيب ما عادت موجودة لتحميها، وهيدا من سوء حظها. يتنازل عن الدعوة. وليه جاي لعندي أنا؟ أنا بعرف إنك أنت صاحب فكرة الدعوة، وأنت الوحيد فيك تأثر عليها لتتراجع عن قرارها. أرجوك سيد زياد، أنا بعرف إنه الأمر مهم بالنسبة إلك مثل ما هو مهم بالنسبة إلي، فما رح تقبل ينهار كل شيء بعد ما كنا رح نوصل لهدفنا. طب ليه قررت انها تتراجع عن الدعوة؟ لانه قلبها طيب، وماي بتستغل طيبة قلبها، وبتبعت لمين يذكرها بكل لحظة انه ربتها وضحت كرمالها. وانت شو رح تستفيد من الدعوة؟ بتضطر انه تبيع المدرسة، وساعتها بياخد حقي من ورثة ابني. رح تعمل شيء؟ إذا قدرت ليش لا؟ هلا هي عند نبيل، كمان ست مي عم تبعت عند نبيل مين يقنع إنها ربته وضحت كرماله. مين بيعرف؟ حتى لو ما اقتنع نبيل، ممكن موقفها يأثر على المحكمة إذا تراجعت. كل شيء فيي أعمله اني اكتب لها رسالة بتسلميها اياها وقت اللي بترجع. المهم تقنعها تتراجع عن قرارها. بالاذن. سلميها الرسالة، وبعتقد انه اللي فيها رح يقنعها. انك بدك تنتقم من ماي، وانا بفهم موقفك، وحتى بشكرك لانه فضلك رح ناخد حقنا منك. اسف للازعاج. مع السلامة. شو بك؟ صرت سألني هالسؤال شي 100 مرة. لأنه بعد ما جاوبتيني لهلا، بدي أعرف شو بك؟ ليه عم ترفضي تقابليني؟ ما أنا هون. من بعد ما بعتلك 20 رسالة من أسبوعين لهلا. زياد بيي عم بيموت وأنت ما بيهمك إلا حالك. أنا ما بيهمني حالي.
فهمني انت. انا اهم من حالك؟ عم تسألي؟ انا خايفة على البابا، كل ما تدهور وضع المدرسة كل ما انهارت صحته. رح يقتلوا ابراهيم بيك، هو عم بيهدد انه رح ياخذ منه المدرسة. وليه عم يهدد؟ بده المبلغ اللي تدينه البابا منه، والبابا ما معه يرد له اياه، لانه حطهم حق ادوية وعمليات. بكره هالرجال، ليه صار بده مصرياته هلا؟ على اساس اتفقوا انه يمهلوا تكين شفي. لانه طمعان بارض المدرسة، بده يبني عليها مشروع سياحي. بس كرمال هيك؟ ليه سكتي؟ لأني رفضت اتجوزه. بدي اقتله. تقتله؟ وتقضي كل حياتك بالحبس؟ وتقضي على أحلامنا وأميلنا هيدا اللي بدك إياه؟ وأنت شو رح تعملي؟ بيك شو رح يعمل؟ أكيد عم بيحاول يقنعك لحتى تتجوزي. طبعاً مال وجاه وثروة. جاوبيني. أنا رايحة على البيت. مي تبعت وراي 20 مرسال، ولما أجي بتحول لي حياتي لجحيم. لأني أنا عم بتعذب، خايف ياخدوكي مني. ما راح ياخدوني منك، أنا بحبك أنت وما راح كون لرجال غيرك. مش راح أقدر أتجوزك قبل سنتين على القليل. بمطرك 20 سنة. ما في جواب من دار النشر؟ لا، هيدي رابع دار نشر بترفض تنشر كتابي. الظاهر ما حدا بده ينشر شعري. أنا متأكدة إنك رح تلاقي دار نشر، الحظ ما رح يتخلى عنا للأبد. كذابة، مش رح تتخلي عن ثروة إبراهيم بيك كرمالي. وحياتك ما بتهمني ثروته، أنت بالنسبة لإلي أهم من كل ثروات العالم. بعده كمان عم بيزوركم؟ عم بيزور البابا بس انا ما عم بستقبله. كذابه. صدقني ما عم بكذب. بلا، عندي احساس انك عم تكذبي. انا بكره المدرسه، وبكره بيك، وبكره ابراهيم بيك، وبكره كمال، وبكره حياتي كلها. ليه بدهم يحبسوني؟ لا، رحت مع هودا العسكرية الصبح. قلت لك هولي أصحاب. ستك عم بتقول إنك رح تنحبسي. ستك عم تمزح معك. وقالت هيك لزهية. فإذا كانت عم تمزح مع زهية، إذا حبسوكي ما بقى شوفيك؟ حبيبي رح تشوفني، ما رح يحبسوني. توعدينا؟ ايه حبيبي بوعدك. ما فيي، ما فيي. انت بتعرف انه ما كان قصدها تاكل حقنا. عم تصرف المصاري على المدرسه تتحقق حلم بينا. ولا بيي ما حققه بنفسه، لانه كان يعرف انه حلم مستحيل. افلستنا يا سمر، غرقتنا بالديون بعد ما كنا عايشين بنعيم بدون مشاكل ماديه. استغلت سيطرتها على المال تتسيطر على حياتنا. عملت اللي بتعمله كل ام خايفه على اولادها. امي ما كانت رح تحبسني يا سمر. ما كنت عارف انه الادمان مصيره الحبس؟ انا ادمنت بسببه. ادمنت اهرب من واقع ومن حياتي. هيدا عسر اقبح من ذنب. عم تتحجج بالهرب من الواقع وتحملها الها المسؤوليه. انت رجال، ليه ما واجهت الواقع؟ هي واجهته. واجهت وضع فرضته عليها الظروف بدون ارادتها. وما هربت، بالعكس، تحملته بصبر وبقوه. وربتنا تصر إلنا جوانح، صرنا بدنا نطير بعيد عنا. كمان هي السبب. إذا ربتنا مش بصير معها حق تسيطر على حياتنا. أنت أثبتت إنك دايما بحاجة لحدا يكون مسؤول عنك، لأنك ولا مرة تحملت مسؤولية شيء. عم تتخلي عني يا سمر؟ تعال نتخلى اثنيناتنا عن هالدعوة. مستحيل.
قلت لي انه رح تدفع لنا حقنا من ثمن البيت والمدرسه بعد سنتين. بدي اياها تنحبس، بدي اياها تذوق الذل اللي انا عم ذوقه. انت مانك حاسس اللي انا حاسس فيه. انا رح اختنق ورا هالقضبان، رح انفجر. عم انطر ساعه بعد ساعه، يوم بعد يوم، سنه ورا سنه تهرب من هالجحيم، تواجه جحيم تاني. الناس وهن عم يدلوا علي بالاصابع، وهيدا كله بسببها. انا بدي المصاري تسافر بعيد عن هالناس وعيش حياتي كلها بالمنفى من وراها. كانوا رح يقبضوا عليك عاجلا ام اجلا. هي استعجلت شفائك وما لقيت الا هالوسيله. لو كانت ام ما كانت رح تستعمل هالوسيله مهما كانت غيطها. حس انه ضميري عم يعذبني. انا رح تابع الدعوه ورح اربح، رح اخذ مصرياتي اشوفها بالحبس. وانت اذا حبيت توقفي بصفها رح امنع الزيارات وارفض شوفك، بس اطلع رح اروح لمحل ما حدا بيعرفه، ما رح خليك تشوفيني كل حياتك. انا كمان عندي اسبابي تاخد عليها، بس بضعف لما بشوف نظراتها وبنسى حقدي. مش يمكن نكون عم نظلمها بدون ما نعرف؟ نظلمها؟ شو ما نعمل ما رح نقدر نعوض على اللي عملته فينا، وما رح يهنالي عيش الا ما اشوفها بالحبس. نهارك سعيد. اهلين، تفضل. اثنين قهوه يا سعد لو سمحت. انت عايش بعزلة هامة، حتى سيارتك ما عم نشوفها مارقة بالضيعة. انتم مقاطعيني، فعم اقضي هالفترة ببيروت وبطل على الضيعة من وقت للتاني. انت قاعد بالمدينة حتى تراقب محاكمة ابراهيم بيك. طيب خلصتكم منه، اشكروني. على كل حال انا مش جاي ابحث بهالموضوع، أنا جاي أطلب منك خدمة. تطلب مني خدمة رغم أنك معاديني؟ فيك ترفض تأرجع من مطرح ما جيت. تقصد أنك رح تبقى على موقفك مني؟ نعم. شو الخدمة يا جميل؟ أنا بحاجة لمبلغ. ألفين ليرة. أنا متأكد أنه هالمبلغ مش لألك. ألفين ليرة لما يسلم.